هو الدكتورة هاجر هي اللي انا اللي بسجل الميتنج لان انا الهوست دلوقتي. تمام. اولا يعني انا مبسوط جدا ان احنا اتقابلنا كلنا اجتماع جميل، معظم الانفايتد يعني تشيرمن موجودين، فانا هبتدي الحقيقه بان انا مش هضيع وقت، يعني هبتدي نتكلم مع بعض على اهداف التنميه المستدامه، وارجو انكم تكونوا يعني دلوقتي انا عملت شيرينج، انتوا شايفين ال شايفين سلايد؟ ايوه شايفينها يا دكتور مظهر. الحكايه كلها ان انا يعني قبل ما ابتدي بالكلام غالبا كل واحد بيتكلم، يعني الناس تسال طب اشمعنى انت يا دكتور قاعد تتكلم في اهداف التنميه المستدامه؟ فانا الحقيقه يعني عامل سلايد بقول علاقتي باهداف التنميه المستدامه ان انا كنت قاعد في حالي، بعتوا لي انفيتيشن عشان ابقى يعني كونسلتنت اعمل فاسيليتيشن وترانسليشن لورشه فنيه بخصوص مؤشر واحد في غايه واحده في الهدف السادس اللي هو له دعوه بالمياه. وبعدين رحت في ستوكهولم حضرت اسبوع كامل عن طريق مشروع اي بروف انج مع كليه الهندسه عشان نتعلم ازاي اهداف التنميه المستدامه تستخدم في مقررات التعليم العالي في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ستوكهولم. وبعدين جات لي دعوه تانية من الدكتور محمد فرجاني عشان ادي محاضره في جامعه عين شمس في كليه الزراعه. وبعدين زي ما الدكتوره نهى تفضلت فانا بعمل التدريب ده لاعضاء هيئه التدريس، يعني مش من متطلبات الترقيه بتاعتهم. واول امبارح كنت بعمل اول تدريب في الموضوع لاعضاء هيئه التدريس ورؤساء الاقسام وعمداء الكليات في جامعه الجلاله. فده الدوكيومنت اهو الكونتراكت اللي بيني وبين اليونايتد نيشنز، ودي الجدول الزمني لان كان فيه تقريبا 20 دوله مشتركه كل دوله باللغه بتاعتها. فانا كان معايا زميله من ماليزيا، ودي الدوره اللي احنا خدناها في ستوكهولم، وجنبي الدكتور ايمن اللي هو ديبيوتي مينستر اوف هاير اديوكيشن اللي هو كان عميد الكليه عندنا. ودي بعض دي صوره من الورك شوب اللي كانت في السويد، وكنا بنتكلم على الهدف رقم 6 اللي هو في تخصصي وتخصص دكتوره نهى اللي هو ووتر اند سانيتيشن. ودي المحاضره في كليه الزراعه، وفي في الصوره الدكتوره سهام اللي هي مش موجوده معانا في الميتنج. ودي المحاضره التدريبيه اللي انا اديتها لاعضاء التدريس من كليات جامعه عين شمس كلهم، ففي هنا من طب ومن هندسه ومن اداب ومن كليه الحاسبات. ودي اخر محاضره اول امبارح، دي كانت عميده كليه الطب جامعه الجلاله وعمداء كليه العلوم وكليات الهندسه. فالبدايه ان انا احكي لكم هو ايه حكايه اهداف التنميه. ففي الحقيقه كان في قبل اهداف التنميه اللي هي من 2015 ل 2030 كان في اهداف انمائيه الفيه كانت من سنه 2000 ل 2015، فهم يظهر بيمشوا كل 15 سنه، وهي كانت الغرض منها انهاء الفقر المدقع وعدم ووقف انتشار مرض الايدز وتوفير التعليم الابتدائي. وكان التارجت هي بتاعتهم 2015، لكن هم اجتمعوا تاني 2015 عشان يقيموا التجربه بتاعتهم اللي هي كانت متكونه من 8 اهداف بس، واحد للفقر، واحد للتعليم، واحد للمساواه، واحد تخفيض معدلات وفيات الطفل، تحسين الصحه النفاسيه، مكافحه فيروس المناعه، وكفاله الاستدامه البيئيه، واقامه شراكه عالميه. بس الحقيقه ان هم اكتشفوا ان اللي وصلوا ليه في حاجات اتحققت، لكن هم محتاجين يصيغوا الاهداف مره تانية. فعملوا ال 17 بقى اللي هم اهداف التنميه المستدامه، ودي اهداف الغرض منها ان هي تتصدى للتحديات العالميه الخاصه بالفقر وعدم المساواه والمناخ وتدهور البيئه والازدهار والسلام والعداله. وكان من المهم ان احنا نحقق الـ 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 الاهداف دي كلها عام 2030. فانا الحقيقه يعني دي تو سلايدز بيراجعوا الاسامي، انا عايزكم بس تلاحظوا، يا ريت لو حد معاه ورقه او يكتب حتى في التليفون
انا هقول الاسامي، هقول رقمها، وكل هدف زي ما انتم شايفين له لون وله ايقونه وله عنوان صغير وله عنوان كبير هقراه، وكمان له رقم. فالهدف واحد، القضاء على الفقر بجميع اشكاله في كل مكان، كل ده يحصل سنة 2030. الهدف اثنين، ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، دي نمرة ثلاثة. نمرة اثنين، القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي. نمرة أربعة، ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل. نمرة خمسة، تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، والحمد لله هم واضح قوي ان هم في معهد البيئة متمكنين. والهدف ستة، ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي. والهدف سبعة، ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة. والهدف ثمانية، تعزيز النمو الاقتصادي المضطرد. بقية ال 17، تسعة، إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود. عشرة، الحد من انعدام المساواة داخل الدول وفيما بينها. 11، جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع. راحة يا دكتورة علي عشان نتابع معاك بالراحة، هتتجري بسرعة قوي. حاضر. أنا عايزكم وأنا بقول كل واحد يسجل هو شايف نفسه في واحد أو أكتر من الأهداف اللي أنا بقراها، وهنعمل بالتفصيل تاني بعد كده يا دكتورة هدى. يعني أنا همشي بشويش دلوقتي لأن كل حاجة هتفصل بعد كده. الهدف 12، ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة. الهدف 13، اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره. الهدف 14، حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية. والهدف 15، حماية النزل الإيكولوجية البرية. والهدف 16، التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد. وآخر هدف فيهم اسمه تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية. الحقيقة الأهداف دول مذكورة كده، لكن هم الأهداف في حد ذاتهم يعني لهم تفاصيل أكتر منهم على مستويين، مستوى اسمه الغايات واسمه المؤشرات. والغايات والمؤشرات هم ترجمة كلمة targets وانديكيتورز باللغه الانجليزيه. وانا الحقيقه دي بقى طريقتي، يعني ان انا بقول ان احنا عندنا حاجه جواها حاجه جواها حاجه، فعندنا اهداف جواها غايات جواها مؤشرات، مؤشرات عشان نعرف نقيسها. فالحقيقه ممكن الحصول بسهوله شديده على النص. معلش دكتور علي، عندي سؤال لحضرتك. اتفضلي. انا دكتور سهام. اهلا اهلا بحضرتك. هو أنا في الجودة كنت اللي أعرفه إن الغايات تحتها أهداف، بس عايزة حضرتك توضح لي النقطة دي عشان ممكن يبقى عندي أنا لابس فيها. كويس إنك سألت السؤال ده يا دكتورة سهام. ليه؟ لأن كل هيئة عالمية بتستخدم الكلام بطريقة معينة بغض النظر عن معناها في القاموس. فإحنا عندنا في موضوع أهداف التنمية المستدامة الهدف اللي هو الجول، والغايات اللي هي التارجتس، والمؤشرات هي انديكيتورز. ويا دكتوره سهام اعتقد ان يحل الاشكال انك ترجعي للمعنى في اللغه الانجليزيه للكلمات اللي حضرتك قلتيها باللغه العربيه في مجال الجوده، يمكن ده يحل المشكله. تمام يا دكتور، شكرا جدا. دلوقتي انا عايزكم تلاحظوا حاجه غريبه قوي، وانا الحقيقه ليه ما جبتش انا واحد واحد، ليه جبت واحد خمسه؟ هقول لكم ليه. لان نمره واحد هو ايه؟ البوفرتي، صح ولا لا؟ واحد خمسة يعني الغاية نمرة خمسة في الهدف نمرة واحد. أمال إيه واحد خمسة اتنين؟ المؤشر الثاني في الغاية الخمسة للهدف واحد. الحاجة اللي أنا ليه عملت الصورة دي؟ لأن اكتشفت أن ترقيم الأهداف وترقيم المؤشرات بعد ما بيخلص الأرقام بيستخدم حروف. هو الموضوع ده أنا بديله أهمية شوية، لاني دايما لغايه دلوقتي مش عارف هم ليه عملوا كده. فهنا بعد ما خلصوا واحد خمسه حطوا واحد الف وواحد ايه ب، وحتى واحد الف جواه ثلاث مؤشرات، واحد الف واحد وواحد الف اتنين وواحد الف ثلاثه.
معنى كده ان انا عندي مؤشرات بالارقام ومؤشرات بالحروف، وعندي غايات بالارقام وغايات بالحروف. فانا الحقيقه بحب قوي ارسم الداتا، فانا رسمت تقريبا كل بالظبط كل هدف من الاهداف كام كام غايه بالارقام وكم غايه بالحروف. فالاس دي جي الاولاني اللي هو البوفرتي هتلاقي فيه 5 غايات بالارقام زي ما شفنا في السلايد اللي فاتت، واثنين بالحروف الف وب. الهدف الوحيد اللي ملوش اي حاجه بالحروف هو الهدف رقم 17، لانه مميز عن بقيه الاهداف، لانه تقريبا واخد كل الاهداف دي تحت رايته. تعال نشوف عدد المؤشرات، نفس الحكاية. هنلاقي مثلا المؤشرات في الهدف الأولاني اللي بالحروف عددهم 4، واللي بالأرقام عددهم 10. ونفس الحكاية في المؤشرات بتاعت رقم 17، عنده 25 مؤشر وما فيهمش ولا واحد بالحروف. هنا بقى دول 3 أرقام لازم نخلي بالنا منهم. الأهداف عددهم 17، والغايات 169، والمؤشرات 242. أمال إيه حكاية 43 زائد 126 دي يساوي 169؟ وليه كاتب 50 زائد 192 يساوي 242؟ حد عارف السبب؟ شوف كده منور عندك حمادة السيول. نعم؟ محدش عارف، أنا لسه قايل السبب من شوية بطريقة غير مباشرة. ايه مسابقين يعني؟ نعم، ارقام والحروف يا دكتور علي. بالظبط يا فندم، بالظبط. 126 بالارقام و43 بالحروف، 192 بالارقام و50 بالحروف. بعد كده اهونا بقى زي ما الدكتوره هدى هنمشي بشويه شويه، هنقرا كل هدف ايه الصياغه بتاعته. الصياغه دي ترجمه للنص الانجليزي. يبقى ايه الهدف الاولاني؟ القضاء على الفقر بجميع اشكاله في كل مكان. ودي برضو فرصة تانية للناس اللي شافوني كنت بتكلم بسرعة وانا بعرض الايقونات، ان هو يبص على الوصف لكل هدف ويشوف هو له علاقة بالهدف ده ولا لا. الفقر لا يشمل فقر عدم القدرة على توفير الحاجات الأساسية والتي تؤدي إلى الجوع وسوء التغذية وإلى عدم وجود المسكن الملائم أو ضعف فرص الحصول على التعليم وما إليها من الخدمات الأساسية، بل يتعدى ذلك يعني خطط وبرامج التنمية. يركز الهدف الأول على إيجاد عالم خالي من الفقر بحلول 2030 باستخدام عدد من التدابير مثل توفير الحماية الاجتماعية والانتفاع بالموارد الاقتصادية والحد من تأثر السكان بالكوارث والكوارث الاجتماعية والاقتصادية. حاجة غريبة قوي إن في الوصف ده في إشارة مباشرة وغير مباشرة لبقية الأهداف. الجملة دي ليها معنى هنعرفه بعدين. إيه الهدف الثاني؟ القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي. طب دكتور علي، ممكن نمسك هدف وكل واحد يقول ممكن نعمل فيه إيه، ولا هيك ترجع تاني؟ لا لا، أنا هرجع تاني يعني، هنعمل حاجات كتير مع بعض، بس يعني نصبر شوية. كل اللي عايزكم تعملوه دلوقتي لما نقرا الاهداف، كل واحد يشوف القسم بتاعه او البحث اللي بيعمله او الحاجات اللي بيعملها في المعهد متعلقه باني هدف من الاهداف دول من القرايه اللي هنقراها. بعد كده هنعمل الاكسرسايز اللي بتقولي عليه يا دكتوره نهى. خلاص؟ تمام. القضاء على الجوع وتوفير الامن الغذائي والتغذيه المحسنه وتعزيز الزراعه المستدامه. وضع نهاية للجوع ولكافة أوجه سوء التغذية بعام 2030 من خلال اتخاذ كافة السبل لوقف الهزال والتقزم. هنا بقى الهزال حاجة والتقزم حاجة، والدكتورة هالة طبعا ممكن تفتي فتوى في هذا الموضوع، لأن دول التو ميجرز اللي بيقيسوا بيهم الأطفال الصغيرين صحتهم وحشة ازاي. حاجة ليها دعوة بالطولهم وحاجة ليها دعوة بوزنهم، وخصوصا الأطفال دون سن الخامسة نتيجة لسوء التغذية، وهو الوزن الزائد والسمنة المفرطة. التصدي لسوء التغذية أصبح حتميا من خلال الاستثمار في مجالات تؤثر على التغذية مثل الزراعة والحماية الاجتماعية. هقرأ كل حاجة طبعا.
الهدف الثالث ايه؟ ضمان تمتع الجميع بانماط عيش صحيه وبالرفاهيه في جميع الاعمار. انا بختصر كل هدف في كلمه، فالاولاني انا مسميه الفقر، والثاني مسميه الجوع، والثالث مسميه الصحه. ده الاختصار بتاعي انا، عشان لما اجي نعمل المصفوفه اللي هنتكلم عليها ونعمل فيها الاكسرسايز هستعيض عن تعريف الاهداف بكلمه واحده: الحياه الصحيه وتشجيع الرفاه لكافه الفئات العمريه، عنصر لا بد منه في التنميه المستدامه. ولذلك تم وضع هذا الهدف لمواصله العمل الذي تم تحقيقه في اهداف الالفيه اللي احنا اتكلمنا عليها، لاستمرار انخفاض عدد الوفيات النفاسيه ووفيات المواليد والاطفال دون الخامسه. بعد كده الهدف الرابع والهدف الحقيقه كومون لينا كلنا ولكل كليات الجامعه: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياه. المشروع اللي احنا حكيت لكم عليه اللي احنا رحنا فيه السويد ده كان اسمه لايف لونج ليرنينج، اللي هو التعلم مدى الحياه، ويمثل الحصول على التعليم ركيزه داعمه لتحقيق تنمية بشرية وتطور اجتماعي واقتصادي للوصول للتنمية وضمان استدامتها، وذلك انطلاقا من مساهمة التعليم في الحد من عدم المساواة بين فئات المجتمع وتقليص معدلات الفقر. بذكر ثاني انه بالرغم ان هو اسمه تعليم، لكن هتلاقي كلمة فقر، وهتلاقي كلمة اقتصاد، وهتلاقي كلمة عدم مساواة، اللي هي عناوين اهداف اخرى. الهدف خمسة: تحقيق المساواة. انت سميته التعليم يا دكتور علي صح؟ نعم، انت اختصرته بالتعليم. اختصرت كل الهدف اربعة بالتعليم. التعليم بالضبط يا فندم. تمام. بعد كده الهدف خمسة: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. هنا بقى في هدفين قريبين من بعض، ولتكلم كلمة المساواة خمسة وعشرة: خمسة بين الراجل والست، وعشرة بين البلاد وبعضها. عشان بس اقول لكم من دلوقتي، تطبيق المساواة بين المرأة والرجل مبدأ توجيهيا للتنمية المستدامة، تمثل ضمانا لاستدامة سياسات التنمية كما تسهم في تقدم المجتمع. لابد من السعي نحو إرساء مبادئ التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق والتمثيل في الحياة السياسية، وكلام كتير. بعد كده الهدف إيه ده؟ صح اهو، تمام. الهدف ستة: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وده الهدف اللي انا اشتغلت فيه كونسلتنت مع البنك الدولي ده ولا اليونايتد نيشنز، وان هو تخفيض عدد السكان الذين لا ينتفعون بالمياه وخدمات الصرف الصحي الى النصف. الا ان الهدف السادس للتنميه المستدامه تجاوز هذا الطموح. الالفيه كان عايز النص، وبعد كده ايه الهدف بقى؟ شمل انتفاع الجميع بالمياه وخدمات الصرف الصحي بحلول عام 2030. هتقولوا لي طب احنا في مصر النسبه بتاعتنا كام؟ الارقام الرسميه 99 للميه وحوالي 60 55 للصرف الصحي في الوقت الحالي. عرفت كده ازاي؟ عشان دي شغلتي بقى. الهدف سبعه: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة. إمكانية الحصول على الطاقة النظيفة من ضرورات الحياة، من أجل فرص العمل والأمن وتغير المناخ وإنتاج الأغذية وزيادة الدخل وتعزيز الاقتصاد وحاجات كتير. ركزت أهداف التنمية 2030 من خلال الهدف السابع على أهمية الحصول على خدمات الطاقة الحديثة الضرورية للتنمية. بعد كده وشوت الهدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي المضطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع. يوفي هذا الهدف تطلعات البشر في الحصول على فرص العمل الملائمة لقدرتهم وبأجور عادلة، والتمتع بكافة الحقوق والامتيازات والمساواة بين الجنسين. ولا بد أن يتيح النمو الاقتصادي. يظهر يا جماعة جات لي إشارة إن إحنا يعني إن في ليميتد تايم
للميتنج ده، اول ما يقطع علينا غالبا هنرجع تاني، هنخش نرجع تاني. تاني. تمام يا فندم. تمام. والشامل للجميع والمستدام توفير هذا العمل اللائق وتحسين ظروف الحياة البشرية. هدف 9 إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، شوفوا الكلمة اللي جاية دي، وتشجيع الابتكار. الهدف 10 أهمية إقامة بنية تحتية جيدة موثوقة مستدامة قادرة على الصمود، خصوصا وبما في ذلك البنية التحتية الإقليمية والعابرة للحدود لدعم التنمية الاقتصادية ورفاهة الإنسان وتيسير سبل وصول الجميع إليها بتكلفة ميسورة. 10 الحد من انعدام المساواة، دي اللي أنا كلمتكم عليها بقى، يعني في 2 بيتكلموا عن المساواة، 5 بيتكلم عن المساواة بين الرجل والمرأة، و10 بيتكلم على المساواة داخل الحدود وفيما بينها. ويشكل الحد من انعدام المساواة داخل الدول وفيما بينها تحدي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. لذلك اعتمد الهدف 10 ضمان تكافؤ الفرص عبر اعتماد تشريعات واتباع سياسات تضمن تحسين ظروف الحياة. نمرة 11 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة. هنا بقى بيتكلم على الحصول على المسكن والخدمات الأساسية ووسائل النقل المأمونة والمستدامة والمساحات الخضراء والأماكن الثقافية. بعد كده نمرة 12 ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة. إيه بقى ده؟ استبدال الأساليب التي تمارسها المجتمعات في عمليتي الاستهلاك والإنتاج بأخرى تطبق مفهوم الاستدامة من أجل تحسين نوعية الحياة والرفاهة، وممكن النظر إليه من منظور تحقيق التوازن بين النمو والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة. الهدف 13 إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ. تغير المناخ ينشأ عن النمو الاقتصادي والسكاني وتأثيراته واسعة النطاق في النظم الطبيعية بكل دول العالم، ويؤثر على البشر بكل قارة، مما يتطلب زيادة كبيرة في الطاقات النظيفة والمتجددة. بعد كده 14 حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية عن طريق الحد من التلوث وإعادة الأرصدة السمكية وممارسة الصيد المستدام وفقا للإطار الذي حددته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 15 حماية النظم الأيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نوع مستدام. وقف تدهور الأراضي. الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للتنوع البيولوجي وإعادة استزراع الغابات لمكافحة تغير المناخ. وبعدين شوف الجملة الأخرانية دي، يستهدف مكافحة الاتجار غير المشروع بالأنواع المحمية للحفاظ عليها من الانقراض، لأن في تجارة كبيرة أو غير مشروعة في بعض الحيوانات. 16 مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد وإتاحة إمكانية الوصول الجميع إلى العدالة، ضمان حقوق الإنسان والحكم الرشيد، قنوات هامة للتنمية المستدامة. وجود مستويات عالية من العنف وانعدام الأمن له تأثيره السلبي على مسار التنمية في أي دولة. آخر حاجة تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، التعاون الإقليمي والدولي بين الشمال والجنوب يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتحسين التنسيق فيما بين الآليات القادمة، وليس ولا سيما على مستوى الأمم المتحدة. طيب إيه بقى العلاقات بين الأهداف؟ يا رب ما يقطعوا علينا دلوقتي، في حاجة غريبة حصلة هنا. الهدف ده أنا اخترته لأنه هدف مهم اللي هو هدف الصحة، متعلق بكام هدف؟ بص كام؟ 1 و2 و4 و5 و6
و10 و11 في كلوك انتي كلوك وايز بيلف بالارقام. وبعدين في نوع من العلاقات بيسميها اكسبليسيت او علاقات صريحه، ونوع تاني من العلاقات بيسميها علاقات سبستانشال او مهمه. طيب ازاي عرف العلاقه دي؟ اهو بصوا كده، ايه 12 4 ده يا جماعه؟ فاكرين مكتوبه الاداره السليمه للكيماويات والمخلفات لتقليل الاثار السلبيه على صحه الانسان. طيب وايه 3-8 ده اللي انا عملته؟ عليه دوريه التغطيه الصحيه العالميه وان تسهيل الوصول للخدمات الصحيه. طب عرفنا منين؟ انا بقى عملت اكسرسايز ورحت جبت لكم 12 4 بتقول ايه و3 8 بتقولوا ايه عشان تعرفوا العلاقه جت منين. ممكن حد بقى يساعدني مثلا؟ دي حاجه ممكن دكتوره هاله، لانه ده له دعوه بالصحه، حضرتك تقري لنا 12 4 فيها ايه و3 8 فيها ايه؟ 12 4 تحقيق الإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية وجميع النفايات طوال دورة عمرها وفقا للأطر الدولية المتفق عليها والحد كثيرا من إطلاقها في الهواء والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد من أثرها الضارة على صحة الإنسان والبيئة بحلول 2020. تمام. 3-8 تحقيق التغطية الصحية الشاملة بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الأساسية المأمونة والجيدة والفعالة والميسورة التكلفة. وده ينطبق على دلوقتي على كوفيد 19 والباكسينيشن ايرا اللي هي كلام فيها داير دلوقتي، وان كل الناس يبقى لها الحق انها تاخد من كذا مكان. حضرتك خدتي الكومنت اللي انا كنت محضرها عشان اقولها يا دكتوره هاله. انا ما اعرفش والله. دلوقتي بقى ده موضوع مختلف شويه، فانا الحقيقه هعمل سكيب عشان اشوف انا فاضل لي كام دقيقه. حد بيشوف الدقائق يا جماعه؟ فاضل لنا كام دقيقه عشان يقطعوا علينا؟ لو ما كانش هنستمر. هو المفروض احنا كده 44 دقيقه وهم ما قطعوش. طيب هنكمل. حضرتك كمل. هيقطعوا امتى؟ شكرا يا هاجر، هنكمل. ماشي. ايه حكايه بقى اهداف التنميه والرسوم البيانيه؟ طبعا اكيد ناس كتير فيكم يعرفوا ان انا مهتم جدا بالحكايه دي. فيظهر ان اهداف التنميه عشان نقدر نوضحها باسلوب بسيط وكل الناس تفهمه، بنحاول نعبر عن كل غايه من غايات الاهداف عن طريق رسم بياني. والبتاعه دي هي ده الاكسرسايز اللي انا كان نفسي لو حد عنده وقت ان احنا هنشوف كل رسمه من الرسومات اللي جايه دي ونحدد اني هدف من اهداف التنميه واني غايه من غايات الاهداف، وبعدين نشوف نوع البيانات ونشوف نقول بعد ما نقول نوع البيانات اللي هي حاجه من التسعه دول نقول كمان ايه نوع الرسم البياني، ودول حوالي مثلا 20 نوع. يعني اللي عنده فكره عن الرسومات البيانيه في اكسل او اللي بيدرس اكسل في الدوره التدريبيه ممكن هو يبقى عارف الكلام اللي انا بقول عليه ده. اهو هنعمل مثال. المثال ده بيتكلم عن ايه يا جماعه؟ نو بافرتي، صح؟ والصياغه بتاعته ان بافرتي ان اول فورمز، وبيتكلم على اني غايه من غايات الهدف 1-1. امال ايه الجرافس دي؟ ايه نوع الداتا دي يا جماعه؟ حد عارف؟ كولم. لا كولم يا دكتوره داليا، ده اسم الجراف، لكن اسم الداتا ايه؟ لازم يكون من الحاجات اللي احنا قلناها هنا. بص هرجع تاني اهو، يا اما هولاند ايتش بارت، يا اما سيمبل كومباريزون، يا اما هيراركي. عارفين ده ايه يا جماعه؟ سيمبل كومباريزون يا دكتور. سيمبل كومباريزون هو سيمبل كومباريزون، بس اصل في صفه ما اقدرش. هيلاركي. ايوه يا فندم اتفضل يا دكتور. هيلاركي يعني انا شايف ان هو اكتر كده. لا
لا هيراركي يعني حاجه داخله جوه حاجه جوه حاجه. لو بصوا كده انا رايي ان هو فريكونسي. ليه؟ لانه في عدد الناس بالبليون وفي البين رينجز اللي اقل من نص وبالنص الواحد. دي بالظبط زي نتيجه الامتحانات بتاعت الكورسات، كم واحد جايب من 0 ل 10، كم واحد جايب من 10 ل 20. فنوع الداتا اللي هنا فريكونسي اللي هو منحنى تكراري باللغه الاحصائيه. والرساله اللي بيبعتها بيقول ان هناك تحسن يعني في البوفرتي. Ending extreme poverty is at the heart of the SDG agenda. ما بين سنه 90 و13 عدد الناس اللي بيعيشوا على اقل من دولار و90 سنت قل بحوالي 1 بليون. وضحت الفكره يا جماعه؟ شباب؟ تمام. تمام تمام يا دكتور، تمام. جزء اقتصادي ده برضو تأثيره. اتفضل. يعني اقصد تأثير اقتصادي على حالة الفقر، ولا شك مقياس مقياس عملة. تمام يا فندم. ايه؟ وعلى فكرة ليه 1 دولار و90 سنت؟ والله ما عارف السبب. يظهر ان هو ده اقل حاجة ممكن الانسان يعيش بيها في الحياة. وبعدين ده ايه رايكم يا جماعه في الداتا دي؟ بيتكلم على الي على اني هدف نمره كام؟ الهدف الثاني. الهدف الثاني يا دكتور. واني غايه؟ غايه اثنين. غايه اثنين برضه. طيب ايه نوع البيانات؟ ده اكس واي سكاترينج. ارجع تاني للانواع، ما فيش مشكله. ها ده اكس واي سكاترينج يا دكتور ولا ايه؟ ترندز يا دكتور. مين اللي قال ترند؟ مين اللي قال ترند؟ سهام يا دكتور. طبعا لازم دكتوره سهام يا دكتور. ترند، لان ده ترند. عرفنا ازاي ان هو تغير مع الزمن اهو. طيب طب ايه نوع الجراف؟ لينير ولا ايه؟ لا لا، ما هو عاوزين تعرف اكس واي سكاترينج. اكس واي سكاترينج ولا ايه؟ لا لا لا، انا مش شغال عليه بالماوس اهو. لاين. ده لاين جراف، لانه بيوصل النقط بين السنين. والحقيقه الكلام ده بيقول ايه بقى؟ ان الاطفال الصغيرين اللي هم اكتر ناس بيتاثروا من سوء التغذيه هم كانوا حوالي 95 مليون اقل من fewer children stunted. stunted هو نوع من انواع اللي اتكلمنا عليه، التقزم. والكلمه الثانيه كانت ايه بقى يا دكتوره هاله؟ وزيل. كان بيتكلم على التقزم وسوء والسمنه. لا، وزيل. وزيل يا دكتوره هاله. وزيل الهزال. دخلت طب يا دكتوره. برافو عليك. اللي قال الهزال ده جدع قوي. المهم انا دكتوره الهام يا دكتور. برافو عليك، برافو عليك يا فندم. ده تربية مش تربية. الهزال اللي هو الوزن للطول. بالظبط كده. فهو من 2016 حصل تقدم في نقص عدد الناس اللي عندهم الهزال. تعالوا نقرا الكلام الجميل اللي مكتوب هنا. كل لون من دول بيعبر عن حته في. طب والتقسيم ده جاي منين؟ جاي من البنك الدولي. ساوث ايشيا الازرق. شوفوا حصل ازاي نقص. طيب وايست ايشيا اند باسيفيك اهو. بس حاجه غريبه قوي، ساب سهارا افريكا بدل ما ينقص زاد. سبحان الله. طيب لاتين امريكا اند كاريبيان بيقل، وميدل ايست اند نورث افريكا بيقل، ونورث امريكا ما شاء الله كلهم صفر، ما عندهمش حد عنده هزال ولا عنده تقزم ولا اي حاجه، سبحان الله. طيب ده يا جماعه نمره كام في الهدف؟ ثلاثة غايه 2. طيب وايه نوع البيانات؟ غاية 2، برافو عليك. وايه نوع البيانات؟ هو محتاج تفكير شوية، بس اقول لكم حاجة. شفنا حاجة شبهها قبل كده. المنخفض والمتوسط. قطاعية قطاعات؟ لا، هو تقريبا فريكونسي كيرف تاني. ولو انه لو احنا عاوزين نتكلم صح على، بس طبعا لان الاشكال بتختلف من بلد لبلد، ممكن نقول ان هو فانل، يعني عامل زي القمعة، بس هو مش قمعة قوي لانه هو في
في في ميلز وميلز، ده زي المنحنى population pyramid. ايوه برافو عليك يا فندم، population pyramid. بس النوع لو احنا عاوزين نعرف من الانواع بتاعتنا فهيبقى frequency، لانه بيبين قد ايه الناس في كل فئة عمرية كل 5 سنوات. ايه بقى دول الناس اللي عندهم دخل قليل تبع تنصيف البنك الدولي، ودول اللي الدخل بتاعهم متوسط، ودول اللي الدخل بتاعهم عالي، الاحمر للستات والرمادي للرجالة. فبيقول ايه بقى، في الدول اللي هي الدخل بتاعها عالي معظم الناس اللي بتموت تبقى عجوزة في السن، لكن low income countries children اللي اقل من 5 سنوات يعني كل 3 بيموتوا فيهم واحد طفل عنده اقل من 5 سنين. عشان كده تلاقوا distribution of death among population in 5 years age bands. البانز دي اللي هي البينز، عشان كده الجراف او نوع الداتا frequency. فهتلاقي اهو شوفوا يا جماعه بيعيشوا قد ايه في بيموتوا قد ايه في من سن 0 ل5 سنين، قد ايه الولاد الصغيرين وقد ايه البنات الصغيرين. في الميدل انكم العمليه بتقل، ومفيش حد بيموت خالص. في البلاد الهاي انكم بيبتدوا يموتوا من سن مثلا 40 45. واضح الجراف يا شباب؟ هو احنا يا دكتور علي احنا عندنا وفيات الاطفال ووفيات الامهات بتبقى انديكيتور على المستوى الصحي للبلدان بصفه عامه، خصوصا اندر 5 يير دي بالزبط. يعني ده سن عندنا حرج بيبقى انديكيتور هو وفيات الامهات. الشيء الطبيعي ان الولاد اللي بيتولدوا ما يموتوش اقل من 5 سنين. جميل. احنا طبعا كان عندنا في مصر الوفيات كانت عاليه قوي زمان، كانت قبل محلول الجفاف وقبل المشروع الاسهال كان عندنا وفيات من الاسهال والجفاف دي كتيره جدا، وال الأزمات التنفسية في الأطفال، وده قلت كتير يعني بالمشاريع اللي عملتها الوزارة في الحقيقة. تمام. هو مؤشر جيد جدا الوفيات أقل من 5 سنين. تمام. عشان كده تلاقي كلمة age under age 5 دي متكررة ليه؟ لأن ده الرقم العالمي اللي بيقيسوا بيه صحة الأطفال، يعني إذا كان الخدمة الصحية بتاعتهم موجودة ولا مش موجودة. بعد كده دي حاجة خاصة بالإديوكيشن الحقيقة. طيب يعني هو ده الهدف رقم 4 والغاية رقم 1. قول يا جماعة ايه نوع البيانات وايه نوع الرسومات اللي على اليمين وايه نوع الرسومات اللي على الشمال؟ بار ولا بار؟ هو الحقيقه النوع اللي على الشمال هو عباره عن simple comparison، والنوع اللي على اليمين multiple comparison، ونوع الجراف اللي على الشمال clustered bar، ونوع الجراف اللي على اليمين stacked bar. والحقيقه يعني عشان نعرف ايه اللي بيحصل في الجرافز محتاج تركيز شوية. فبيقول لك ايه بقى في الشمال، معظم الاطفال اللي يعني موجودين في التعليم الابتدائي حبة صغيرين قوي منهم بيروحوا التعليم الاعدادي والتعليم الثانوي في الدول اللي هي low income. هتشوف هو عددهم اهو. واضح يا جماعة ولا مش واضح؟ تمام يا دكتور. تمام واضح. هتلاقي low income و lower middle. low income ما حدش بيكمل للتعليم العالي. بالظبط. بعدين امال ايه بقى اللي على اليمين ده؟ اللي على اليمين ده عاجبني قوي. مش كل الاولاد اللي بيحضروا المدرسه في السن المظبوط، عشان كده عدد الناس اللي بيخشوا في التعليم ممكن يزيد عن 100%. ليه؟ لان في اعداد يعني محسوبه بس ودخلت التعليم وهي سنها اكبر من السن اللي المفروض تخش فيه. مش عارف اذا كنت وضحت ولا لا،
بحيث اللون الأحمر اللي هم الناس اللي دخلوا التعليم في المرحلة العمرية المظبوطة، وعدد الناس اللي بالرمادي هم الناس اللي دخلوا مش في المرحلة السنية، سواء أكبر من المرحلة أو أصغر من المرحلة. اللي هو محو أمية يا دكتور؟ لا، وأصغر من المرحلة يا دكتور علي. طب وهتفرق في إيه يعني؟ ده الأصغر ما يتفرق في إيجابي. حد حاضر هقولك إيجابي، لأن يظهر الحدود العمرية بتاعت مراحل التعليم ليها دعوة بنمو المخ. مش أي حد يخش أي مدرسة في أي وقت، فهي هم عشان يقدروا يعملوا الإحصاءات بتاعتهم بيقولك قولولنا أسامي أعمار الطلبة اللي دخلوا، وبعد ما ياخدوا الأرقام يشوفوا كم واحد دخل المدرسة في الفئة العمرية دي أقل من أصغر حاجة، وكم واحد أكبر من أكبر حاجة. فلقوا إن اللخبطة في المراحل العمرية بتبقى أكتر فين؟ في الاقتصاديات الدخل القليل، في اللو إنكم، ويبتدي يقل لغاية ما يبقى صغير خالص فين؟ في الهاي إنكم. يظهر إن ده مؤشر على الحالة الاقتصادية وعلاقتها بالتعليم. في بعد إذنك يا دكتور، في برضو لون تاني ممكن يدخل، يعني زي مثلا لون مؤشر التسرب من التعليم. طب ما هو في اللو انكم هتلاقي هنا التسرب من التعليم، هم اوريدي مسجلين في المدارس، لكن بيظهر معانا لون يظهر معايا على عدد الاطفال المتسربين من التعليم نتيجه ضعف الحاله الاقتصاديه، وانهم مش طلعوا واشتغلوا في ورش بره، بينما اللون ده ممكن ما يظهرش معانا في اللور او الابر. حاضر. بص يا دكتوره داليا، الكومنت بتاعتك well received، بس هنا انا بعمل ايه؟ انا بختار من الرسومات الكتير قوي اللي تحت الكواليتي education حاجه بغرض معين، فاكيد هتلاقي التسرب من التعليم موجود في رسمه تانية، لان هم رسومات كتير قوي تحت كل هدف. فده اللي انا اخترته، ودي الكرايتيريا اللي هم رسموها، لكن اكيد هم عندهم جراف تاني على التسرب من التعليم زي حضرتك ما تفضلت. شكرا. تمام كده؟ هنا هو جندر كواليتي. ما تصوروش الرسمه دي عباره عن ايه. اولا يا جماعه تفتكروا ده اولا الهدف الخامس، بس في اتنين غايات، واحد رقم والتاني حرف، 5-1 و5 سي. ايه نوع البيانات؟ نرجع فوق كده. نوع البيانات ايه؟ جيوغرافيكال ديستريبيوشن. دكتورة هلا أكتر واحدة بتفهم التغشيش بتاعي على طول. طيب هو فعلا بيعتمد على المنطقة الجغرافية وياخد البلد كلها كأفريج. طيب وإيه نوع الرسمة؟ ماب. طب إيه المعنى بقى بتاعها؟ بيقول لك دي المساواة. لا بص حضرتك، القوانين هي اللي بتساعد الستات والبنات إن هم يحصلوا على المساواة بتاعتهم. بيقول لك من الرسمه دي حوالي نص البلاد اللي في العالم عندها قوانين ضد التفرقه على اساس الجنس في تقلد الوظائف. فعندنا ثلاث الوان، لون اللي عندهم قانون، ولون اللي ما عندهمش قانون، واللون الرمادي ده ساعات بيظهر عشان ما فيش بيانات خالص. حلو يا شباب. طب واحنا ما عندناش قوانين؟ لا احنا عندنا قوانين على حسب الدراسات اللي عملتها البنك الدولي والامم المتحده. ما عندناش قوانين بتحمي البنات والستات من المساواه في من عدم المساواه في التوظيف الوظائف يعني. ما عندناش. مين البلاد اللي بس عندهم؟ فعلا يعني احنا ما عندناش قوانين ولا ما عندناش مساواه. لا دول حاجتين مختلفتين يا دكتوره. ليه؟ لان في حاجات كتيره جدا ليها دعوه بالتقاليد ومش موجوده في القوانين وبتطبق زي القانون المكتوب. فيظهر انا اعتقد اجابه سؤالك يا دكتوره هاله ان المصريين بطبيعتهم ما عندهمش موضوع التفرقه بين الستات والرجاله من ايام قاسم امين، فعشان كده ما لقيناش قوانين صارمه. اللي بيحطوا قوانين صارمه اللي عاوزين يحققوا العدل، لانه مش موجود زي الهند وزي كينيا وتنزانيا. عارفين ايه البلد الكبيره دي؟ البرازيل.
برازيل. طب دكتور تشاد، ما هي عندها اوروبا قوانين؟ فيها برضو قوانين صارمه ليه؟ نعم اوروبا فيها قوانين صارمه طبعا، ده اوروبا دي اكتر بلد ما فيهاش مساواه بين الراجل والست، ده في ناس لغايه دلوقتي ما لهمش حقوق الانتخاب في دول اوروبيه. لا لا لا، ده بلد واحده بس في اوروبا او اتنين، عارفين البلد دي ايه؟ دي اسبانيا، وافتكر البلد اللي هنا دي يمكن تكون دي بلجيكا لحاجه، غالبا. لكن معظم البلاد ما فيهاش قوانين. يعني اتشاد يا دكتور، اتشاد عندها قوانين واحنا في مصر هنا مش عندنا؟ اللي هم ايه، اني بلد؟ اتشاد تشاد. اه ولا شك، كويس، ده فيري جود كومنت. تشاد عندها قوانين بتحمي عدم المساواة في التشغيل بين الرجل والمرأة، عندك فيري جود كومنت يا دكتور. بس انا ما عنديش بروبلمز في مشكله التوظيف والمساواه بين المراه والرجل يا دكتور عبد، دكتور علي. يعني احنا دلوقتي، انا عندي دلوقتي، انا هعين مثلا في البوزيشن ده في ميل، مفيش حاجه تقول لي لا لازم تعين الميل، ما عنديش في مصر ما يمنع ذلك. بالظبط، برافو عليكي. عشان كده، ما فيش قانون انا بيحمي يعني ما اصلا. فيش بالظبط، انا مش، انا اوريدي انا فير، يعني انا مش محتاجه ان انا يبقى عندي لو او قانون ان انا اطبقه، لان انا اوريدي البوزيشن ده تنفع للفيميل هتاخدها، تنفع للميل هياخدها. بس بالظبط كده، عشان كده. طب ودول الخليج زينا؟ نعم؟ اه طبعا، دول الخليج زينا زي مصر يعني؟ اه دول الخليج زي مصر اكوردنج لل، هو مش حكايه زي مصر، لان برضو دكتوره يعني انت فتحتي موضوع مهم قوي ده. انا كنت طبيعي بفسر، زينا بقى. مصر، جايز الناس اللي هم في الخليج عندهم تعنت بس ما عندهمش قانون، يعني اللون موجود لكن لسبب تاني خالص. هل ده يعني مفهوم؟ الماب دي للقوانين مش للوضع في البلاد، يعني دي بالظبط يا لوجود فندم، قانون من عدمه بس. بالظبط يا فندم، حياتك عندك حق. الالوان هنا بتقول وجود القانون من عدم، ومش ايه اللي بيحصل على الارض. اوكي. لكن انت عندك حق، في خلاص دول كده الخليج اتفضل. في تفرقه لكن ما فيش قانون، في مصر ما فيش تفرقه وبرضه ما فيش قانون. بس ده مش هيدي ديفكت يا دكتور ان انا ما عنديش قانون، مع رغم ذلك ان انا بحقق المساواة. ما انا حكيت لحضرتك في حاجات اقوى من القانون، زي التقاليد وزي تاريخ مصر العريق، اللي هو الستات فيهم كان ليهم دور سياسي ودور اجتماعي ودور علمي، يعملوا لهم قانون ايه، دول فيري سيفيلايزد. يس. القانون لا، بيتحكم والملكات في العصر الفرعوني والروماني بالظبط وكليوباترا وحتشبسوت يعني. تمام بالظبط كده. تمام يعني هات لي بقى يعني في الدول الخليج كليوباترا وحتشبسوت، هات لي. ما فيش. مفيش طبعا. شكرا على المعلومات الفرعونيه الجميله دي يا دكتوره، ربنا يخليك. تعالوا نشوف بقى كلين ووتر اند سانيتيشن، ده الهدف رقم 6 والغايه رقم كام يا جماعه؟ 1. واحد. فبيقول لك ايه بقى؟ ان المياه الشرب مهمه للحياه، بس 71% من الناس اللي موجودين على كوكب الأرضية ممكن نقول إن المية اللي بيشربوها بتدار بطريقة آمنة. طيب إيه بقى نوع الداتا وإيه نوع الجراف؟ يلا يا دكتورة سهام. أيوة دكتور. إيه بقى نوع الداتا وإيه نوع الرسم البياني؟ وأنا شايف إن ده تيبل، ولا أنا فاهمة غلط؟ هقول لك، هو نوع البيانات دي اللي هي يعني مالتيبل كومباريزون، بس هي تؤاد تو 100%، لازم نقول الحكايه دي. يعني لو جمعت لا لا، معلش 71 انا على مسكتها من 17 الموبايل شفت غلط. اه لا 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 على 4 تمام. على 6 على 2 لازم يطلعوا 100. ايوه ايوه معلش انا شفت غلط، انا شفت غلط. اه تمام. نوع الجراف ستات بار زي ما انتم شايفين. يبقى احنا كان ممكن نعملها باي شارت برضه. ما كانش برافو عليكي، برافو ينفع عليكي، باي اصلا، آلة. برافو عليكي. باي شارت اصلا. لان النسب المئويه دي هو ان ايتش بارتس. برافو عليكي يا دكتوره هاله. شفت الدكتوره هاله بتخرج بره الصندوق ازاي؟ انا شفتها جدول، يعني انا مش شايفه كويس من الموبايل، شفته وتخيلت انه جدول مرسوم، لما كبرت فهمت، يعني انا من بعيد شايفاه كأنه جدول.
ما يجراش. لكن انا لما كبرت فهمت، عشان كده فهمت ان هم 100 فعلا. لا ما فيش مشكله خالص يا دكتوره، يعني 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 ممكن لو يجي رسومات تانية اوضح يبقى يمكن الاجابه تبقى اسهل شويه. نشوف بقى اللي جاي، نمره 7 ايه؟ كلين انرجي. بصوا يا جماعه، تحبوا نمشي بسرعه في الموضوع ده؟ يعني احنا خدنا الفكره، 7 عن الانرجي، 8 عن الديسنت ورك، 9 على الاندستري والانوفيشن، 10 على الانيكواليتي بين البلاد، لان احنا ممكن نقعد نتكلم كتير في الحاجات اللي احنا قلناها، 11 السستينبل سيتيز بتاع الدكتوره داليا، وكونسامبشن اند برودكشن، كلايمت اكشن، بلو ووتر، اون لاند، بيس جاستس، بارتنرشيب فور ذا جولز. انا عملت ايه بقى هنا؟ برضو اكسرسايز جميل قوي، ان انا لاني درست الحكايه دي كذا مره لاعضاء التدريس في كليات الجامعه المختلفه، فعملت جدول زي ده، وهنبعت لكم جدول زي ده عن طريق الدكتوره هاجر، ان كل واحد يكتب البرامج اللي موجوده في القسم بتاعه وعلاقتها باهداف التنميه المستدامه اللي هي الفقر والجوع والصحه والتعليم. عملنا ايه بقى؟ جينا في كليه الهندسه، وكليه الهندسه فيها 22 برنامج، فحطينا علامه كروس على، سالنا كل ناس في البرامج دي تحطوا الكروس بتاعتكم فين، فكلهم حطوا في التعليم طبعا، وبعدين ابتدوا بقى بتوع الميكانيكا يحطوا في الانرجي، وبتوع الاوتوميتيف. دي برامج يا دكتور ولا كورسات يا دكتور؟ نعم دي برامج دي ولا كورسات؟ دي برامج يعني. من كليه برامج الهندسه عندها 22 برنامج. كليه الهندسه بتشتغل ببرامج الساعات المعتمده في 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 البرامج الساعات المعتمده وفي الكليه العاديه، وبالتالي دي برامج بيتخرج منها ناس باسم البرنامج، بعضها ساعات معتمده بفلوس، وبعضها ساعات معتمده ب ب ب ب بال بال يعني اللي هي من غير فلوس. احنا عندنا 21 برنامج في اللائحه بتاعتنا القديمه، 21 برنامج. تمام. ثلاث برامج لكل قسم، يعني 21 برنامج. يعني هنكتب مثلا دبلومه في التربيه والاعلام البيئي، اكتب ايه الهدف اللي بيراعي، يعني ايه الاهداف اللي بتراعيها البرنامج دوت. تمام. تمام. كلامك مظبوط. فانتوا على حسب كلامك يا دكتوره، يبقى عندنا المصفوفه بتاعتنا هيبقى فيها 21 صف، 3 في 7، مش كلامك كده مظبوط؟ دكتوره سام معانا نائب مدير وحده الجوده، مدير وحده الجوده حاليا، مش عندنا يا دكتوره سام 21 برنامج. بس انا احيانا يا دكتوره بيعمل 21 زي ما حضرتك قلت، كل قسم بيطلع 3 برامج بس. بس انا بستغرب حاجه، في حاجه غريبه في الداتا بتاعتكم، عارفه ايه؟ ازاي كل قسم يطلع 3 وكل واحد 3 3 3؟ معقوله؟ اما برنامج في الدبلوم والماجستير والدكتوراه. لا يبقى احنا كده مش هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. عشان كده بس حضرتك البرنامج ولا ده اسماء كورسات؟ لا دي برامج. ده اسم البرنامج. اقسام كانها اقسام يا دكتور ريهام، كانها اقسام. احنا عندنا 7 اقسام بس، 7 اقسام وتحقق. دكتوره نهى تحبي اضيف على الكلام اللي انت قلتيه؟ باذنك يا دكتور علي. بصوا يا جماعه، بصوا احنا عندنا 13 قسم علمي، لكن 22 برنامج، حاجه غريبه، لان في اقسام فيها اكتر من برنامجين او برنامج. يعني مثلا قسم الري اللي انا فيه ده فين اهو، اللي هو ووتر انجينيرنج اند هيدروليك ستراكشر، ده اسم البرنامج، لكن العلمي القسم العلمي اسمه قسم الري والهيدروليك. ما في فرق، معلش هو في اختلاف شويه بين الاندر جراديوت والدراسات العليا اللي في معهد البيئه. في دكتور كان عايز يقول كومنت، ايم سوري تو انتربت يو، اتفضل يا فندم. يا دكتور علي ازيك؟ اهلا وسهلا، انت منور الدنيا يا دكتور علي. ربنا يخليك يا فندم، ده نور حضرتك. انا دكتور محمود سيري معاك. اهلا يا دكتور محمود بيه. بقول لك يا دكتور علي، هو طبعا الـ يعني البرزنتيشن جميل وكده، بس انا اعتقد ان يعني الـ كل واحد من الاقسام اللي هي اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي اللي عندنا هياخد الجزء اللي هو انفولفد فيه من كل المحاور بتاعه التنميه المستدامه، وهو اكتر ناس اللي هي هتبقى يعني اوير
وعارفه بالظبط هي هتحط الجزئيه دي في انهي مقرر، سواء لما بنتكلم على مقررات او بنتكلم على دوره بيئيه. تمام. خد بال حضرتك التخصص نفسه، يعني التخصص نفسه هو هيبقى اكتر واحد اوير. ليه؟ يعني انا هتكلم على الصحه مثلا، احنا هنتكلم على الهيلثي لايف، وهناخد من كل المحاور بتاعت التنميه المستدامه اللي حضرتك ذكرتها دي ما يتصل بالهيلثي لايف، بما فيه برضو السيف ووتر سبلاي والووتر سكيرستي والامراض اللي بتنتج عن الووتر سكيرستي والكلام ده كله. الكلام ده هيبقى اكتر ناس هتبقى انفولفد فيه او فهماه كويس الناس اللي هي في التخصص ده، يعني في التخصص الصحه، في تخصص الهندسه اللي هو بتاع حضرتك، تخصص التربيه اللي هو الاديوكيشن بقى والافيلابيليتي والايكويتي، احنا هناخدها اللي هي المساواه هناخدها من منظور الصحه. فهو انا ارجو كل الناس الاقسام المختلفه كل واحد يشوف هو ممكن يساهم بشكل ايه في كل المحاور اللي حضرتك ذكرتها دي. جميل، شكرا جزيلا. ده انا اقول لحيتك على سر عجيب دلوقتي، انا كل الدورات اللي بعملها في الجامعه معظم اللي بيحضروا لي اطباء. تمام. وتتسوق انا حواريك دلوقتي هم معلمين فين، حاجه غريبه كانت عكس توقعاتي. بص حضرتك دي هنا اهو، حطيت بقى كنت بدرس في كل الكليات دي، الطب وطب الاسنان والصيدله والهندسه والعلوم والحاسبات، دخلت كده بص حضرتك بقى بتوع الطب حاطين فين، والنبي اللي تشوف حاطين في كله 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 ما عدا الاوشنز والانرجي، وبتوع طب الاسنان تقريبا كله، الهندسه تقريبا كله حاجه يعني شايفين نفسهم، وبتوع الاقتصاد معلمين ال17. هو بعد اذنك، هو ليه؟ لان اصل هو بتوع الطب بيبصوا على، هيبص على البافرتي وهيبص على الايكويتي اللي هي المساواه، وهيبص على السيرفيسز الهيلث سيرفيسز، وهيبص على يعني هيبص على كل محور، واخد بال حضرتك، من منظوره هو، فهيلاقي نفسه مشارك تقريبا في معظم المحاور بتاعه التنميه المستدامه اللي حضرتك قلتها. بالظبط يا فندم. ولذلك البنك الدولي او الاتحاد الاوروبي او وات ايفر اللي بيحط الكلام ده او بيقيسه حاطط انديكيتورز ليه؟ علشان يبقى كل واحد يبقى الـ يعني بنحكم على الاتشيفمنت او التارجتس اللي انا هعملها دي او عملتها بالانديكيتورز اللي احنا هنحطها دي. كل واحد بقى هينفذ هيقيس بالانديكيتورز من وجهه نظره هو، الصحه هيقيس بالانديكيتورز بتاعته، والتعليم هيقيس، والاقتصاد هيقيس، وهكذا. جميل. كلام حضرتك بقى يا دكتور سري بي ان مصر، جمهورية مصر العربية بتعمل تقرير سنوي طوعي بتبين للعالم كله المؤشرات ال 242 مصر واصلة فيهم لفين، وعشان كده اللي بيجاوب على المؤشرات دي متخصصين زي ما حضرتك ذكرت. لو حضرتك ايوه تمام بعدد الاطفال اللي دكتور علي ممكن مثلا اقول لحضرتك حاجه يا دكتور علي. اتفضل. بالنسبه للصحه مثلا، يعني بالنسبه للصحه الهيلث انديكيتورز كلها، واخد بال حضرتك، المفروض اللي هو الانفولفد فيها هو وزاره الصحه. يعني انا كنت في وقت من الاوقات التكنيكال ادفايزر للوزير، وزير الصحه في سنوات كتير يعني لكذا وزير، فهو دي ليها انديكيتورز. الانديكيتورز دي بتطلع من الناس بتوع الصحه بما يخص بقى، هيخص بقى ايه؟ البافرتي، وهيخص الووتر سكيرستي والووتر سيفتي، وهيخص الهيلث كفرج التغطيه الصحيه اللي حضرتك قلتها، وهيخص الانفكشوس ديزيزز والنون انفكشوس. الكلام ده كله بيطلع بانديكيتورز. طبعا احنا يعني لما حضرتك بتتكلم على الوفيات وتحت 5 سنين وكلام من ده، احنا طبعا عدينا الكلام ده بمراحل، يعني يمكن ده في اللو انكم كانتريز احنا كنا يعني في وقت من الاوقات بنتكلم على البيلو 5 ييرز مورتاليتي وكده، بس دلوقتي احنا عدينا الجزئيه دي وبنتكلم بقى في حاجات تانية، يعني بنتكلم في حاجات تانية الـ يعني مش هي دي الوفيات اللي تحت 5 سنين اللي بتهمنا دلوقتي في مصر، يعني واخد بال حضرتك. فانا مش عايز اطول كتير، لكن اتفضل حضرتك
يعني عشان باقي الاساتذه يبداوا يقولوا كل واحد رئيس قسم في التخصص بتاعه يعني. ما هو دلوقتي بس انا مش رئيس قسم بس ليه بس تعليق دكتور علي بس. اتفضلي يا دكتوره ريهام. بص حضرتك يا دكتور، يعني انا اللي فاهماه ان احنا نربطها احسن ببرامج وحكايه كلمه برنامج برنامج في الدبلومه، يعني زي حضرتك كنت عاملها، نعملها ايه كل تخصص. يعني احنا مثلا في التربيه والاعلام، انا هتكلم على تخصص تربيه واعلام. التربيه والاعلام ايه دورها في تحقيق اهداف التنميه المستدامه؟ انا ممكن احقق كل اهداف ديت من خلال التربيه المستدامه، حتى اهداف الصحه على فكره. احنا كل شغلنا وتوعوي، يعني انا ممكن اعمل لعبه تعليميه للطفل بتتكلموا على الاجراءات الاحترازيه بكوفيد، وده انا طبقته بالفعل، يعني انا اشتغلت عليه ازاي ان اوعي الطفل بالاجراءات الاحترازيه علشان يقدر ان هو ما يصابش بالكوفيد 19 بلعبه تعليميه. انا حققت هدف وهدف اصلا يبان منظور ان هو طبي. ونفس الكلام على الطاقه، مثلا في بعض الالعاب مثلا ازاي ان انا اقلل البصمه الكربونيه للفرد برضو من خلال لعبه تعليميه، من خلال جيمز، من خلال نشاط، من خلال دمجه. فانا هنا ممكن الاهداف كلها، مش بغض النظر ان الهدف باين للعامه ان هو هدف تحت مظله هندسه او طب، لكن انا ممكن احققه من خلال تخصصي. فانا متهيالي التقسيم اللي حضرتك عاملها دي بتاعت الكليات دي اقرب لينا، يعني دي اقرب. انا اقول مثلا انا كقسم التربيه والاعلام البيئي ازاي ان انا احقق اهداف التنميه المستدامه، انا عندي 17 هدف، انا ممكن احقق الاهداف كلها. طبعا كل واحد بياخد يعني حاجات تتوقع اكتر من حاجات اخرى. تمام. يعني بنيجي نتكلم مثلا عن المساواه، انا بتكلم عن العداله البيئيه. العداله البيئيه بتكلم عن المساواه في توزيع المخاطر البيئيه وتوزيع الموارد. فانا هنا بتكلم على يعني المساواه ديت ممكن تبقى حد يبص لها ده انسانيات مش تربيه. انا متهيألي هقول لك كلام حضرتك مظبوط تماما، بس انا الحقيقه مش هدفي ازاي انا احقق ال 17 هدف. انا الحقيقه ليا هدف تاني، خصوصا بخصوص الميتنج اللي احنا عاملينه ده، ان الناس لما تدرس في الدوره البيئيه المتكامله اللي احنا اللي هي كل اقسام هتدرس فيها، يعني كنت اتمنى من بعد ما نعمل البرزنتيشن دي ان الشخص اللي بيقول محاضرته يشوف المعلومات اللي في المحاضره دي بترفلكت ازاي في اهداف التنميه المستدامه، على اساس زي ما الدكتوره نهى قالت ان ممكن اهداف التنميه المستدامه تحط كل المواد التدريبيه تحت نفس المظله، بحيث كل واحد بيقول محاضره يذكر فيها هو الكلام اللي بيقوله ده متعلق باي هدف من الاهداف. انا كده وضحت نفسي؟ ما كده ما نفس الكلام برضه قلت اللي انا بقوله لحضرتك برضه، يعني نفس المعنى. انا هتكلم منظور التربيه والاعلام، انا هحقق اي هدف، زي مثلا هدف الـ الجوع، الصحه، الادكيشن، الجندر. طبعا هي مش كلها هنقدر نحققها بنفس الويت، هي طبعا تختلف. تمام كلام حضرتك. يعني احنا معظم الاهداف حتى العامه اللي احنا بنشتغل عليها في معهد البيئه حاجه خاصه بالطاقه، ما احنا كلنا بنشتغل على الطاقه. دكتوره هاجر بتشتغل على الطاقه المستدامه، وانا بشتغل على الطاقه بس بجانب توعوي. انا ما بتكلمش ازاي اعمل خلايا شمسيه، بس انا ممكن اوعي الطفل بهدف واقول لهم ده موجود من ضمن اهداف التنميه المستدامه، الهدف الخاص بالطاقه. وانا عندي في مجال التربيه، انا في مجال التربيه ممكن اوعي الطفل بتشغيل استهلاك الطاقه من خلال كذا وكذا وكذا وكذا. نفس الهدف ممكن دكتوره هاجر تحققه من الكورس بتاعها، بتتكلم بقى على الخلايا الشمسيه والكلام اللي هو شغل بقى الفيزياء اللي هي تخصصها. ما هو انا عايز في الاخر اطلع المصفوفه من وجهه نظركم انتوا شخصيا، هتعلموني بقى تحطوا الوحيدات في الاماكن المظبوطه. عاوزين تحطوا واحد في كل في ال 17 في كل الاقسام، دي حاجه راجعه ليكم. لا ما ينفعش يا دكتور في كل الاقسام. لا صعب يا دكتور، لان في تخصصات مختلفه. طيب بعد اذن حضرتك يا دكتور، يعني هل مثلا ان احنا يعني في الدوره البيئيه يبقى الشرح الاصلي ان انا احط الهدف التارجت وكل قسم يحاول يخدم عليه، عشان كده لو الدنيا فضلت مفتوحه الاقسام هيبقى بنفس الطريقه، كل واحد هيقول انا بشرح الحاجه دي ولها علاقه بالتنميه المستدامه، فهيبقى نفس القصه ان الدنيا كلها ملخبطه في بعض وهيبقى لود على الطلبه برضه. لا هقول لحضرتك هتقولي المحاضره بتاعتك عادي خالص 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 بنفس الطريقه اللي انت متعوده عليها، وبعدين في وقت صغير خالص نقول ان الامبريلا الكبيره بتاعه الكورسات دي هي التنميه المستدامه، والمحاضره بتاعتي بعد ما قلتها ليها علاقه بنمره 5 بالتنميه. ايوه بالظبط. انا طبعا
بتفق مع سيادتك جدا يا دكتور علي، يمكن حضرتك وضحت لنا الشكل العام والفرعيات اللي جوه، اللي فعلا طول ما الواحد اثناء المحاضره رابطها بالمحاضرات اللي هيديها او اللي القسم هيقوم بيها في الدوره. يعني احنا مثلا بالنسبه لنا كقسم اخترت الفقر والمناطق العشوائيه وتوفير فرص العمل وكده، ده برضو بيخص جانب اجتماعي عندنا. التغذية برضو في إشباع الحاجات الأساسية اللي هو هرم مازلو وإشباع الحاجات لدى الإنسان وكده، الحاجات الأساسية وديت بتأثر على التغذية. الصحة برضو ورفاهية الأعمار ديت من خلال عجلة الصحة عندنا أو مفهوم الصحة النفسية وأهميتها، برضو بتخدم على التنمية المستدامة. التعليم برضو عندنا تكنولوجيا السلوك الإنساني وإزاي بنغير من سلوكياتنا عشان نتعلم أفضل ونحافظ على مستويات تعليم أعلى. تمكين المرأة برضو جانب اجتماعي عندنا، حتى توفير المياه، أساليب السلوك وإزاي نحد من الهدر بتاع المياه وتقنين الموارد المائية والمحافظة على دوت. برضو المدن بتاع ده، الحصول على مسكن، الاحتياجات الإنسانية برضو أهميتها، تغيير المناخ برضو السلوك الإنساني وتأثيره في تغيير المناخ تمام. وتأثيره على المناخات بوجه عام. دكتور أحمد برضو السلام والعدل والمساواة اللي هي العدالة البيئية دي برضو داخلة فيها. فأنا لقيت إن عندنا حوالي 9 كويس، أهداف القسم يقدر يقوم بيها في المجال بتاع التنمية المستدامة. أنا كنت خايف عندكم لاند يوز يا دكتور أحمد، عندكم استخدام الأرض، عندكم الجغرافيا ممكن يستخدموا برضو فيها، يعني وممكن الجغرافيا بالظبط الجغرافيا فيها بالظبط اللي هي استخدام الأراضي، برضو عندكم برضو فيها جزء كبير آه، قوي. والحياة البرية وتدهور الأراضي أنا واستزراع خايف، الغابات. أنا خايف يعني أكبر عليكم الموضوع، لو طلبت منكم لو كان عندكم وقت إنكم تبصوا في الأدبيات بتاعت أهداف التنمية المستدامة باللغة العربية، ومش بس تقولوا العلاقة بالكلام، لا أنا شفت الجراف اللي إحنا عملناه وخلينا الدكتورة هالة تقراه، ربطنا لما عملنا ربط، عملوا ربط بإيه؟ عملوا ربط بالتارجت، ما يبقاش مجرد كلام وصفي، لا ده انا متاكد الكلام الجميل المرسل اللي حياتك بتقوله ده، لو دخلت جوه تفاصيل الصياغه بتاعه الغايات هتلاقي يعني كلام في منتهى الجمال وقريب جدا من اللي حضرتك بتقوله. بشكرك يا فندم، وده فعلا هدف صح يا فندم، اشكرك دكتور علي جدا. لو سمحت حضرتك، احنا هنحتاج منطوق كل هدف والغاية اللي تحتيه، على الأقل اللي حضرتك وريته لنا في المحاضرة حتى في صورة فايل، علشان أقدر أبعته مثلا عندي في القسم للدكاترة، يكون بشكل بسيط إن الهدف وتحتيه الشرح البسيط اللي حضرتك كنت جايبه، بحيث إن كل دكتور يبقى عارف لما يدي محاضرته يقدر يشوف ده، ممكن يقول للطلبة محاضرته دي كانت بتحقق يعني موجودة تحت أي هدف من الأهداف دي. تمام. ممكن؟ بص يا دكتوره، المحاضره دي تو ماتش ان حضرتك تو ديسيمينيتد يعني، فانا رايي ان احنا هنعمل لا واحده انا مش مختصره. محتاجه يا دكتور، بس انا مش محتاجه غير ان حضرتك السلايدز اللي حضرتك كنت حاطط فيها بس الهدف وتحتيه الشرح بتاعه، حضرتك يتحط في فايل بس او في باوربوينت واحد حاضر ابعته للدكتور اللي هيشرح، مش عايزه اكتر من كده، ومش هبعت له تمام، فيديو دي المحاضره، ممكن انا مش عايزه دكتورة هاجر يا دكتورة سيهان هتقوم بيها على ما أعتقد الدكتور هيديها ما متهيألي فيش المحاضرة. بالظبط. مشكله. وبعدين في دكتور علي، انا في عندي في دليل، في عندي التعليم من اجل تحقيق التنميه المستدامه اهداف التعلم، وده مكتوب بالعربي مش بالانجلش، وكاتب فيها 17 هدف، كل هدف الصياغه بتاعته طبعا الهدف مثلا رقم 1 القضاء على الفقر، وبعد كده كاتب الاهداف الاجرائيه لتحقيق هذا الهدف كده، ده من ما هو صدر عن منظمه الامم المتحده للتربيه والعلوم والثقافه. ما احنا يا دكتوره ريهام دلوقتي بنتعامل مع دكاتره هيشرحوا، انا عايزه اديهم ورقتين ثلاثه فيهم الاهداف، لان لو اديناهم حاجه واسعه الناس هتوه مش هتهتم، احنا عايزين يحققوا اللي احنا عايزينه من المحاضره. في حاجه عايزه اضيفها يا جماعه، انتوا لاحظتوا ان انا وانا بتكلم في الموضوعات دي يعني بخلي النص قليل قوي وبسيب الالوان والارقام والايقونات، ليه؟ لان هو ده اللي الانسان ربنا خلق الانسان عنده فوتوغرافيك ميموري، قدرته على الاحتفاظ بالاشياء بتتاثر قوي لو وليته صور والوان على ان انا اديله نص مكتوب، ولا كلامي غلط؟ صح صح يا دكتور صح.
بص بص يا جماعه، بعد كده انا بقى حللت رد المتدربين، لقيت ايه بقى؟ شوف بقى يا دكتور سري، دكتوره هالة، يظهر الناس كلها مهتمه بالصحه وبعدين التعليم وبعدين المساواه بين الجنسين والمساواه بين البلاد والفقر والعدل، اقل حاجه المحيطات. مع ان احنا عندنا 3500 كيلو متر من الشواطئ في البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر، بس ده راي المتدربين، والمتدربين دول لا يمثلوا الجامعه، دول عينه صغيره من اعضاء هيئه التدريس ومعظمهم كانوا من كليه الطب. معرفش ايه حكايه كليه الطب دي مسيطرين على كل حاجه. ايه بقى الجدول ده فيه ايه يا جماعه؟ حد يقول لي كده؟ دي العلوم بتاعتنا يا دكتور. اهي هي ديت العلوم بتاعتنا. ده مخصوص عشانكم بقى. ايوه يا دكتور اهي. هي دي اللي كنت بقول عليها يا دكتور، دي اللي كنت بقول عليك فيها، ان احنا نحط التخصصات ونشوف بقى الكل وكل هدف من اهداف 17 كل قسم ايه يعني ليه اكتر طبعا احنا كلهم كل مفيش مشكله. تمام كلامكم مظبوط. بس يعني انا طبعا ما كنتش عايز اطول عليكم، وارجو ان انا ما كنتش طولت عليكم، وبعد ما قلت الكلام اللي عندي يا ريت يا دكتوره نهى لو تسمح لنا لو حد عنده استفسار تاني عايز يسالني حاجه، لان بعد ما يقولوا اسئلتهم واستفساراتهم ممكن ان احنا نوريهم الدوكيومنت اللي بعته لحضرتك اللي احنا اتفقنا فيه هو ايه المطلوب قبل التحضير للدوره. ايه رايك يا دكتوره نهى؟ تمام. خلاص يا شباب، انا استفساري يا دكتوره نهى ودكتور علي، بس عايزه اعرف اوصل ايه بالظبط للدكاتره اللي عندي في القسم اللي هيدوا محاضرات، عشان تبقى رساله واضحه وبسيطه ومفهومه. اهو هم دول، هم دول من اول الاحمر ده لغايه ال 17 ده، ايه رايك؟ واحد ده اللي اديه لهم اربطهم بكل قسم بقى يا دكتور علي، يعني الدكتوره سهام هتربطها بقسم الزراعه عندها، وانا هربطهم بقسم اقتصاد كل واحد تبع قسمه في الاخر. بس كل الاقسام هياخدوا الشرايح دي ليه؟ لان فيها الرقم عشان تبعتها للدكاتره، الايكون وفيها الوصف. تمام. اي واحد عايز يستزيد ممكن يقرا في النص اللي انا كنت جايبه ده، اللي هو زي مثلا النص ده اهو، لو عايز يخش ويعرف بالظبط الغايات ايه الكلام بتاعها وعاوز يستزيد الكلام ده موجود، لانه ممكن يكتب اهداف التنميه المستدامه والغايات والمؤشرات باللغه العربيه يطلع له. تحب اوريكم الملف ده؟ يعني ممكن ابعته. حضرتك ابعته لنا، ابعته لنا دكتور علي. هبعته هو بي دي اف ده. كلنا مع بعض في جروب، هبعته للجروب. اتفضلوا. هو يا دكتور معلش ممكن حضرتك تضيفيني على الجروب، لان انا دكتور احمد فخري بعت لي ان ادخل وانا مش مضافه اصلا على الجروب، فانا ما عرفتش الاجتماع غير بعد ما انتوا بداتوا. دكتور احمد هو اللي بعت لي قال لي انت مش في الاجتماع ليه، فيا ريت حضرتك تضيفيني بعد الاجتماع. حاضر. معلش يا دكتوره تضيفي الدكتوره سهام عشان دي مهمه قوي. موجودة والله، موجودة بس موجودة بالصورة. مش موجودة والله، ده انا موجودة والله بالصورة اللي معاكي بنوتك سهام معهد مكتوب معاكي بنتك. حضرتك حطاني على حضرتك يبقى حطاني على الواتساب بتاع رقم بنتي، ده مش معايا، ده مع بنتي الصغيرة على التابلت بتاعها، فأنا ما هي ما بتفتحش الواتساب اللي على التابلت. يمكن عشان كده بقول لك انا معلش يا دكتورة. لا هو ده انا معايا حضرتك. لا اللي هو 011 ده بعد اذنك يا دكتوره، معلش اعذريني، الواتساب الثاني اللي على تابلت بنتي ما حدش بيفتحه. فعشان كده انا ما عرفتش اعذريني. انا دكتور علي. ايوه دكتور علي بعد اذن حضرتك، انا دلوقتي مثلا خرجت 9 اهداف من اهداف التنميه المستدامه، المحاضرات بتاعه القسم عندي مش هتخرج عن الاهداف دي، وحتى لو اقل منها يا دكتور مفيش مشكله المحاضرات. مفيش حتى يعني ده اللي مطلوب من الاقسام، ان هي تمشي على الفقر وعلى التعليم وعلى الصحه بس باهداف التنميه المستدامه، وتبقى المحاضره بتدور حوالين كده. على فكره بقى انا هوريكم حاجه، طالما حضرتك فتحت الموضوع ده انا هقفل الشير ده وافتح حاجه تانية. اهو احنا كنا مع حضرتك المحاضرات اللي فاتت، يعني احنا ممكن عشان الناس برضو ما تصعبش يقول كل شويه انتوا يعني بتغيروا، فممكن المحاضرات اللي فاتت برضو نشوفها لو تنفع، يعني اول واحده كانت بالظبط اللي هي
فلسفه التنميه المتواصله وركائزها. دكتور حاتم كان بيديها عند حضرتك فلسفه التنميه وفي العداله البيئيه عندنا برضه والصحه النفسيه لا تتفق مع عندنا دكتور على فكره زراعه كل محاضرات زراعه كلها المحاضره الواحده فيها اكتر من حاجه تخص ده فاحنا يعني المحاضرات عندنا ما ان شاء الله دكتوره ما تعدلش انا مش عايزاه يعني تعدل كل حاجه تقول لهم هاتوا محاضرات جديده لا هو لا لا محاضرات تشمل على فكره في حاجات كتير جدا انا شايفها ماشيه مع الاهداف بس بحس ان احنا يعني فعلا. كل نركز فوكس كده على الموضوع يا جماعه انا متاكد تماما ان كل الاهداف موجوده في معهد البيئه وزياده فمجرد ان المحاضر هيذكرها في المحاضره مش حاجه كبيره ممكن نقرا دي يا جماعه دكتوره نوها ممكن حياتك تقرا لهم الخمس نقط دول تمام اوكي المطلوب بعد الاجتماع التحضيري دوره متكامله مع رؤساء الاقسام اولا بقى اعداد مصفوفه بموضوع المحاضرات وترتيبها واسم المسؤول عنها وعلاقه الموضوع باهداف التنميه بعد الانتهاء من المصفوفه الثقه لكل اقسام يتم تجميع الموضوعات تحديد الترابط بينها بحيث تظهر الصوره كامله للدوره وعلاقه بين محتوياتها يقوم المسؤول عن كل موضوع بإعداد خمس أسئلة بطريقة الاقتراب المتعدد لتجميع قاعدة بيانات الأسئلة واستخدامها في الامتحان عن بعد وتصحيحها عن طريق الحاسب وده اللي احنا قلنا له ان الامتحان هيبقى اونلاين يبقى على جوجل فورم او نشوف هنعمله ازاي هيبقى عندنا بنك أسئلة يتم إعداد المادة العلمية بحيث تحتوي بقدر الإمكان على جداول ورسوم بيانية وصور في موضوع المحاضرة بحيث لا يزيد عدد الشرائح عن 30 شريحة يتم تجميع المادة العلمية لكل قسم في ملف الاحتفاظ بها في صورة باوربوينت او بي دي اف لأغراض التوثيق والمتابعة فيما بعد. هل يا جماعة كلنا متفقين على خمس حاجات؟ كلام جميل جدا كلام جميل جدا. دكتورة نوها تبعت لنا بس كل قسم أستاذة حضرتك دكتورة نوها كل قسم مطلوب منه كام محاضرة عشان حضرتك عارفة إن إحنا عندنا الأعداد في الأقسام أبقى عارفة زراعة مثلا مطلوب مننا ندي كام محاضرة والمحاضرة وقتها قد إيه؟ بناء عليه أجيب لحضرتك الجدول ده. الجدول انا بعته القديم دكتوره سام عندك موجود فيه يعني انتوا يعني من الترم اللي فات فكل قسم كان حاطط عندنا ده عندنا انا بعته على الواتس دلوقتي فهو مثلا طيب كل قسم عدد الناس اللي فيه يعني احنا هنمشي على نفس عدد المحاضرات مش هنقللها يا دكتوره ولا هنعمل نفسها عدد المحاضرات هي بس اتفضل يعني هندي لهم من 3 ل 8 من 3 ل 8 يا دكتوره ندرس لهم كل يوم مش ده طويل اونلاين مش ده كتير لا ممكن نقلل بس يعني نخليها ساعه نخلي الدكتور يتكلم ساعه كفايه هو الزوم 90 دقيقه يعني ممكن نخليها ساعه ممكن نخليها ساعه او ساعه ونص 90 دقيقه يا كام يعني ساعه كام الدكتوره الجدول القديم كان تقريبا الايام عباره عن من 3 ونص ل 8 كل يوم محاضرات ده كتير قوي اونلاين يعني من 3 ونص ل 8 احنا مش هنتعب اللي هيدخل هيدي ساعه ولا ساعه ونص ويمشي على الطالب انه من 3 ونص ل 8 اونلاين حاسه انها مده طويله ممكن ادي علي بص يا جماعه فاكرين دوره الحاسوب اللي احنا الحاسب اللي احنا عملناها ايه اللي احنا عملناه احنا استبدلنا يوم بحاله تدريبي في 3 ساعات فاحنا ايه اللي هنعمله احنا ممكن نخلي كل استاذ يتكلم نص ساعه بس ايه المشكله فيه اللي هو بتاع الزوم 3 4 ساعات بتاع الزوم بالظبط اللي هي 45 كانت حلوة جدا يا دكتورة نهى في الدورة التدريبية اللي فاتت كانت حلوة جدا التايم كان ساعة روعة كان هو كفاية يا دكتور أحمد كفاية يعني كل محاضر يدي محاضرة من 20 ل 30 دقيقة على الزوم وبعدين انا عايز برضو اركز على الكلام بتاع الدكتور علي بيه والدكتوره نهى ان احنا مش هنعمل عنوان محاضره محور 6 في التنميه المستدامه لا مفيش الكلام ده ال احنا هنتكلم المحاضرات بتاعتنا يعني انا هتكلم مثلا على الووتر سيفتي هتكلم على الووتر سكيرستي هتكلم على الاخطار الصحيه بتاعه الووتر سكيرستي وبعدين هقول والله الكلام ده متوافق مع المحور 6 بتاع التنميه المستدامه في اخر المحاضره بس يعني هو ده بالظبط يا دكتور محمود ايوه بالظبط هتكلم مثلا عن الايكويتي او الهيلث كفرج او الهيلثي لايف او وات ايفر او البوليوشن او اقول والله في الاخر خالص والله ان الكلام ده متوافق مع البند رقم كذا اللي هو بتاع تحقيق التنميه المستدامه بس متفق حضرتك يعني هنت صغيرة في الآخر لكن احنا مش داخلين نتكلم
يعني عاملين دورة على التنمية المستدامة، احنا عاملين محاضرات بتاعتنا عايزين نوصلها للناس، بس من خلال مفهوم ان احنا الكلام ده بيفولفيل التارجتس بتاعت التنمية المستدامة، مش كده ولا ايه يا دكتور علي؟ هو فعلا محمود دكتور علي كمان حاطط من ضمن الاجتماع التحضيري ان عدد السلايد 30 شريحه، يعني انا كل شريحه تاخد دقيقه، يبقى بالظبط ماكسيموم 30 دقيقه. هو كده فعلا هو كده 20 هو دكتور علي حاططها في المفروض بعد الاجتماع التحضيري ان انا ما زدتش عن 30 سلايد. ايوه كويس، او هو 20 يعني كل استاذ. شايفين انا عملت ايه يا جماعه؟ معلش دكتور احنا كنا زودت ال 25 30 دقيقة عشان 30 شريحة. تمام صح كده. هي كده وهو كمان معلش يا دكتور نوح، احنا كنا قلنا المحاضرات هتبقى على تيم ولا زوم؟ عشان احنا كنا عاملين كل الدورات على تيم. على تيم افضل عشان الجامعة بس. تيم افضل. يا سلام، بس كده اهي اتغيرت اهي. تمام. لا وبس عشان الدكاتره بس يبلغوا في القسم مش عشان حاجه تمام. احنا طبعا يعني انا شخصيا بشكرك، ويعني طبعا مشكله الكورونا وال دي ما بقناش نشوفك يعني عندنا كتير، لكن ان شاء الله يعني كانت فرصه كويسه ان احنا شفناك النهارده وساعدنا بيك وكلام جميل. ويا ريت بقى يعني ايه يعني بعد الدوره بقى يبقى المفهوم يتغير بتاع الناس، ونتكلم بقى في ليفل اعلى شويه بقى ان احنا هاو تو يعني ميجر التارجتس دي، وان احنا نطبق الانديكيتورز في كل مجال ازاي وكلام ده. ده فكر كويس، ويا ريت ان احنا يعني نرتقي بالفكر بتاعنا للكلام ده. وشكرا للدكتوره نوها، وشكرا للاساتذه كلها اللي شرفونا في الاجتماع يعني. وتفضلوا بقى، تفضلوا يعني. لا انا عايز اقول حاجه يا دكتور سيري، كومنت ولا حاجه يعني. عايز اقول حاجه يا دكتور سيري، ده الجزء الانترودكتور يا دكتور، لكن بقيه الفكر بتاعي اسمه علاقه الاهداف التنميه المستدامه بالتعليم العالي. عايز اعرف ازاي التعليم الاهداف بتاثر على الجامعه، مش بس على الكورسات، لا بتاثر على الحوكمه، بتاثر على علاقتها الخارجيه مع الجامعات الاخرى، بتأثر على كل الجوانب. ايوه يا فندم، زي ما حضرتك ذكرت بالظبط. فاحنا دلوقتي دي خطوه اولى، لكن بعد كده هنتكلم مع بعض على مستوى اعلى بكتير من ان احنا نشوف الاهداف فين في المقررات باذن الله. طبعا الفكره دي هتوحد يا دكتور علي، هتوحد الـ يعني المنظور بتاع يعني الناس اللي في التعليم العالي كلهم هيبقوا بيشتغلوا بنفس الفيجن، واخد بال حضرتك، وبنفس الاستراتيجيه، ويعني فدي طبعا طبعا ده فكره كويسه، يعني ده فكره كويسه. وطبعا ونشكر كمان الدكتوره نوها ان هي دخلت الفكره دي يعني تستارت ويز في الدوره البيئيه، وان شاء الله نبدا نمشي فيها زي ما حضرتك بتقول كده يعني هاند ان هاند، وربنا يسهل ان شاء الله. في حاجه ثانيه عايز اضيفها، مفروض ان اهداف المستدامه دي ايه اهميتها لمصر؟ مصر عندها اسمها رؤيه 2030، عندنا الاستراتيجيه بتاعت مصر 2030. لما تيجي حضرتك تبص فيها وتفاصيلها، انا عندي محاضره كامله 3 ساعات على الموضوع ده، هتلاقي ان هي التفكير المصري ازاي المصريين هيطبقوا 17 دول في صوره ايه، مش هتصدق حضرتك، في صوره مشروعات قوميه يعني. لان مصر كل الخطوات اللي بتعملها، فكره حياتك الشوارع والكباري موضوع تطبيق الكلام ده. تمام. هو كل ده في الترانسبورتيشن وفي الووتر سيفنج، يعني العلاقه وطيده ما بين رؤيه مصر 2030 وما بين اهداف التنميه المستدامه. يا دكتور علي، الجزئيه بتاعه التغطيه الصحيه الهيلث كفرج يعني، والايكويتي المساواه بين الناس في الحصول على خدمه صحيه، ما هو ده الفكره بتاعه التامين الصحي الشامل اللي بيتنفذ دلوقتي. يعني بالزبط. التامين الصحي الشامل اللي بيتنفذ دلوقتي بورسعيد عثمان بيحقق الايكويتي المساواه، يعني اول غرض فيه الايكويتي اللي هي المساواه، وان كل فرد في البلد له الحق في الحصول على خدمه صحيه. تمام. واخد بال حضرتك، في حاجات بقى كتير من هذا المنطلق هتلاقيها المشاريع ماشيه هاند ان هاند مع يعني تحقيق الاهداف دي. يعني الحاجات دي مش كلها مش نظريه، لا ده حاجات بتتعمل
وحاجات بتتقاس دلوقتي ونشوف البروجريس بتاعها شكله ازاي، وهل هو في الفيلد التارجتس دي ولا لا. تمام يا فندم، كلام حضرتك مظبوط. الله ينور يا دكتور محمود، والله ربنا يكرمك. الله يخليك يا بيه، الله يخليك. ده بس بركات الدكتور علي يعني. معلش عايز اوريكم حاجه، عايز اوريكم حاجه قبل يعني بتقول بتاكد الكلام بتاع استاذنا الدكتور شيري. بصوا كده يعني حاجه يعني زي ما يكون حضرتك عارف انا بفكر في ايه. بص يا دكتور حضرتك لما تشوف دي اهو، بص حضرتك كلنا شايفين يا جماعه. شوف بقى انا همشي بسرعه واري حضرتك اللي بيحصل يعني اهو. شوف ادي حساب المؤشرات المصريه تمام، الهدف الثاني وادي المؤشرات بتاعته، والهدف الثالث وادي المؤشرات بتاعته. مش بس كده، لما حضرتك تخش بقى في الاخر هتلاقي اهو كل الكلام اللي اتكلمنا عليه في التقارير بالانجليزي وبالعربي بتقول مصر عملت ايه كل سنه، وده تقرير طوعي بيصدر عن وزاره التخطيط الدكتوره هاله السعيد. تمام تمام يا دكتور. وطبعا ده في برزنتيشن ثانيه على استراتيجيه مصر 2030 بس بتتكلم في نفس الكلام تقريبا. ما هم بيجمعوا قوي يا دكتور قوي. التخطيط هو طبعا في انتجريشن بكل بين كل الـ 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 الوزارات دلوقتي، يعني في انتجريشن وتكامل، فكل واحد يعني كل التكنيكال كوميتي في اي وزاره، سواء وزاره الصحه سواء وزاره التعليم سواء بيدي التقرير بتاعه بالداتا بتاعته كلها بالانديكيتورز بالاتشيفمنتس بكله، وكل الكلام ده بيترفع يعني وبيبقى فاينلايز في وزاره التخطيط وبيطلع في التقرير اللي حضرتك بتشير اليه ده يعني. تمام، هو كلام حضرتك مظبوط جدا جدا. انا بس كنت عايز برضو يعني اوري حضرتك حاجه تانية لطيفه. بص حضرتك الريبورت الجميل ده الحقيقه من اجمل الحاجات اللي انا لقيتها. اكتشفت ان مصر يعني عندها قدره رائعه على ال سبحان الله قدره رائعه على ايه يا دكتور؟ على قدره رائعه على ايه؟ هقول لحضرتك اهو. بص حضرتك اهو لو فتحنا ده كده شايفين ايه يا جماعه دلوقتي؟ فتح دراعي، دوس عليه تاني كده دراعي. حاضر يا فندم. ستوب، هعمل شير تاني اهو. يا ريت واضح كده. هل كده وصل؟ تمام. اتفرج بقى يا دكتور على استراتيجيه مصر 2030، ودي صور للناس المسؤولين، وبعدين بيخش بقى يخش على كل، لان الاستراتيجيه مكتوبه بطريقه من وجهه نظري انا بالنسبه للظروف المصريه احسن من الطريقه اللي مكتوب بيها الاهداف والغايات، لانه بعد ما بيشرح كل حاجه مكتوب فيها ايه مش هتصدق بيعمل ايه. انا هوري حضرتك اهو، بيوري حضرتك الانديكيتورز، مش بس الانديكيتورز، بيوري حضرتك البرامج والمشروعات اللي بتعملها الدولة عشان تحقق الأهداف أهو. آدي محور قناة السويس، وآدي العاصمة الإدارية، وآدي استصلاح 4 مليون فدان. أكبر شوية. أكبر. شايفين واحد واثنين وثلاثة واربعة ولا مش شايفينهم؟ لا حكايتها فوق كده. فطبعا أيوة احنا بنكبر بإيدينا في الشاشة. حلو قوي. تمام تمام تراي كده باينه كده باينه. ومشروع بتاع تصوير سينا والساحل الشمالي صح، وكل طبعا يعني مدينه الجلاله حاجه والجلاله طبعا يا فندم. كل اللي بقى، لان الحاجات اللي احنا بنعملها دي بنوري العالم الخارجي ازاي المصريين اهو. ودي بصوا يا جماعه ديفلوبينج فيشرز ده هو ده اللي هو الشركه الوطنيه
للاسماك والاحياء البحريه اللي فيها سياده اللواء حمدي بدين وعندهم المنزله واسمها ايه دي في محافظه كفر الشيخ. ايوه اللي هي غليون. غليون الجمبري بتاع الجمبري دي غليون. مزارع غليون في واحده اكبر منها في جنوب سيناء البردويل. بالظبط يا فندم. فطبعا لا البردويل في الشمال يا دكتور. البردويل في الشمال سوري بتاعت سينا. اصل في المنزله والبردويل دول فوق في مزارع جمبري سينا فعلا بس مش فاكره. هو رابط المشاريع يا دكتور عي رابط المشاريع اللي احنا بنعملها بالاهداف رابطها طبعا. بس هو لما حياتك تشوفيه التنظيم بتاعه من وجهه نظري احسن من التنظيم بتاع البنك الدولي. ما اعرفش مين الفظيع اللي كاتب لهم التقرير. فهم عندهم بصي يا دكتوره عندهم يعني الدكتوره هاله السعيد يا فندم برضو شغاله في ده ملهاش مثيل زميلتنا العزيزه يعني. فهم عندهم بصي حياتك عندهم بيلر ايكونوميك ديفلوبمنت وبيلر انرجي وبيلر نوليدج ده في الايكونوميك وبيلر ترانسبيرنسي دول اربعه تحت الايكونوميك. وبعدين بصي حضرتك السوشيال عنده كام بيلر 1 2 3 4 وبعدين الانفايرمنت عنده 2 بيلر فهم اربعه دايمنشنز ثلاثة دايمنشنز فيهم 10 بيلرز. جوه البيلرز في ايه بقى؟ جوه البيلرز في كي بيرفورمانس انديكيتورز وتحت الكي بيرفورمانس انديكيتورز في بروجرامز اند بروجيكتس. في الحقيقه يعني روعه. ادي الانديكيتورز وادي البروجيكتس. عنوان التقرير ده ايه يا دكتور؟ عنوان التقرير بس ده ايه؟ اسمه هقول لحضرتك يا فندم. وده فيه باللغه العربيه انا بس فتحت الانجليزي. رؤية مصر 2030 حتى ممكن اجيب لحياتك العربي يعني اهو. هيك شايرهم لنا برضو دكتور علي عشان يبقى عندنا. انا حملت دكتور العرق حضرتك عرضته قبل كده. انا حملته دخلت على النت وحملته. هيك بتتكلم كده رحت محملها. انا رايي ان انا افضل انكم تحللوا الحاجات دي يعني انتوا اللي تجيبوها ليه؟ لانكم وانتوا بتجيبوها هتلاقوا حاجات تانية احلى كتير اللي احنا بندور عليها. تمام. أتمنى إن كل شيء يكون يعني شفتوا يا جماعة يظهر من أهمية الكلام اللي إحنا بنقوله. بتوع الزوم ما قطعوش علينا الميتنج لغاية دلوقتي. شفتوا يا دكتورة هاجر؟ هلو هلو شباب هلو